نروح لموضوع تاني، والحقيقة موضوع بقى مؤثر على حياتنا كلنا. بقينا دلوقتي في فصل يعني المفروض ان هو الصيف، ما كناش بنشوف التغيرات اللي احنا شايفينها دي والعواصف الترابية والكلام ده، كنا متعودين عليه في الربيع. لكن احنا دلوقتي بقينا بنشوف يعني مطر في شهر 6، ومطر يعني قوي جدا، وبقينا بنشوف مناخ استوائي مش بتاعنا، عواصف ورياح 50 عنيفة المفروض كنا نشوفها في أبريل ومارس، بقينا بنشوفها في شهر مايو ويونيو. ايه اللي بيحصل وايه المناخ الجديد ده، وايه يعني العلاقه ما بين التغيرات المناخيه عالميا عامه بالاجواء اللي احنا بنعيشها في مصر، وهل دي تغيرات مناخيه جايه لنا من مكان تاني؟ خلينا نفهم ايه اللي بيحصل ونعرف اكتر بالتفصيل، ويا ترى التغيرات المناخيه دي مكمله معانا، ممكن نشوف موجات اخرى خلال الصيف؟ نعرف من المتخصصين. معانا دكتور علي قطب، استاذ المناخ وخبير الارصاد الجويه. مساء الخير على حضرتك يا دكتور. ويعني احنا كنا في تحذيرات من عاصفه شديده زي اللي فاتت، لكن الحقيقه امبارح والنهارده الموضوع اخف شويه. بعض المناطق شهدت يعني برق ورعد ومطر، لكن برضو العاصفه الترابيه الشديده جدا اللي احنا شفناها والامطار الشديده المره دي الموضوع كان اخف. تفسير حضرتك للتغير المناخي اللي احنا بنشوفه بشكل كبير في مصر مختلف على اللي احنا كنا متعودين وعايشين عليه. حضرتك وعلى كل المشاهدين المتابعين مع حضرتك. اهلا بحضرتك. القناه الاولى المصريه. الحقيقه طبعا موضوع المناخ والتغيرات المناخيه قصه كبيره جدا لا يستهان بها. المناخ له عده عناصر: رياح، رطوبه، حراره، امطار، وظواهر جويه مختلفه عديده، وكل ده مرتبط بالتوزيعات الضغطيه. يعني ايه؟ يعني انا اللي بيأثر على حاله عدم استقرار بيبقى منخفض جوي على سطح الارض. لو المنخفض بتاعي جاي من الصحراء الافريقيه الكبرى اسمه منخفض الخماسين اللي حضرتك اشرت اليه، بيكون في شهر مارس وابريل، واحيانا في النصف الاولاني من شهر مايو. وده حصل قبل كده كتير، والدنيا اسودت في سنه 97 2005 تحديدا. الدنيا ضلمت تماما في مصر ومنطقه الشرق الاوسط لمده 5 دقائق، لذلك ناس قالوا لي ياما قامت. فده بيحصل طبيعي، لكن هو المعدلات ما زادتش يعني يا دكتور؟ معدلات التغيرات المناخيه دي دلوقتي مش اكتر من المعتاد؟ لا يا استاذه ليها تاثير طبعا. انا بقول بس ايه، ان دي ظواهر جويه موجوده بتصاحب منخفضات الخماسين المتربه، ونسميه خماسين ليه؟ لانه 50 يوم ممكن تحدث فيه مثل هذه الظواهر. بتبتدي من امتى وتنتهي امتى؟ بتبتدي من اول الربيع اللي هو يعتبر 21 مارس تحديدا، من اول ابريل وشهر ابريل كله والنص مايو. يعني اذا ممكن لغايه 15 مايو تحدث مثل هذه الظواهر الجويه. بس احنا دخلنا في شهر 6 يا دكتور، ولسه كنا بنتكلم مع زمايلنا في النشره وبنسال سؤال، هو احنا انتهى عندنا مساله انه الجو بتاعنا حر جاف صيفا دافئ ممطر شتاء؟ لا طبعا، التغيرات المناخيه غيرت الكلام دوت. هو في يعني حالات عدم استقرار بتحدث. التغيرات المناخيه بتعمل ايه؟ بتعنف مثل هذه الظواهر الجويه. يعني لما تيجي لي ظواهر جويه زي دي بتكون عنيفه، ان تلاقي فيها فصول السنه الاربعه في يوم واحد، ان تلاقي فيها درجه حراره وكميه من الاتربه العصف الترابيه حدثت. طب هل هذه بتحدث فين؟ انت حضرتك قلت الاسبوع اللي قبل الماضي كانت مؤثره جدا، والاسبوع ده كانت خفيفه. لا، هي ما كانتش خفيفه، هي مكان المركز بتاع المنخفض كان في الجنوب. الاسبوع دوت كان في الجنوب شويه، يعني اقرب لمحافظات شمال الصعيد. عشان كده كانت عنيفه جدا على محافظات شمال الصعيد في المنيا، بني سويف، اسيوط، وكانت عاصفه ترابيه شديده وكان معها امطار غزيره ورعديه. فاذا هو مكانه فين ومدته قد ايه وشدته قد ايه؟ الظواهر الجويه دي مرتبطه بقيم الضغط الجوي. احنا حصلت موجات متتاليه على مدار 3 اسابيع، كل اسبوع خميس وجمعه بتحدث هذه الموجه. صحيح. هي حصلت امبارح، في انكسار للموجه دي النهارده، في اعتدال في الاحوال الجويه. احنا لسه في فصل الربيع، الربيع بينتهي في 20 من هذا الشهر، يعني احنا ممكن نقول ان فاضل فيه كمان اسبوع. هل معنى كده ان الموجات الخماسينيه دي طبيعيه؟ لا، مش طبيعيه في الفتره دي، لان المفروض النص الثاني من الربيع بيشبه تماما الصيف. يعني ايه يشبه الصيف؟ يعني في شبه استقرار في حركات الرياح، في شبه استقرار في درجات الحراره، مصادر الهواء بتتغير، ما بيجينيش من الصحراء الغربيه، بيجيني من الجزيره العربيه. المنخفضات اللي هي عبر منخفض الهند الموسمي بتجيني بقى برياح شرقيه، بتبقى الرطوبه فيها مرتفعه، بتبقى اقل ارتفاع في درجه الحراره عندي، وهكذا. اذا مصادر الهواء هي اللي هتختلف في الفترة القادمة. هل ممكن تحصل هذه الموجة؟
هتحصل ولكن مش بنفس الشده. طب الموجه انتهت يا دكتور ولا بكره احنا المستمرين؟ لا خلاص النهارده اتقفلت. انا بكلم حضرتك ودرجه الحراره بدات تنخفض والمنخفض تحرك جهه الشرق ناحيه بلاد الشام وفلسطين، وبالتالي بيبقى منه هنا الرياح الشماليه الغربيه اللي جايه من جنوب اوروبا عامله نسمه من الهواء الجميله، وحضرتك بتقعدي بره الاستديو وانت بتروحها هتلاقي ان درجه الحراره ليلا هتنخفض وتصل ل 21 درجه مئويه. طب شكرا يا دكتور انك بتبشرنا. طب انا عايز اسالك سؤال بيجي في دماغ الناس، اللي بنشوفه من تغيرات مناخيه مختلفه وشديده عن السنين اللي قبل كده، ده بينذر ببدايه لتغيرات ثانيه احنا داخلين عليها؟ أكيد أكيد طبعا، الدول كلها والعالم كله ومؤتمر الأطراف اللي بيعقد سنويا في كل قارة من قارات العالم وفي كل دولة من دول العالم، واللي بيحضروا رؤساء الجمهوريات، والسيد رئيس الجمهورية حضر العام الماضي في نوفمبر، بيقر هذا الكلام. ارتفاع درجات الحرارة وظاهرة الاحتباس الحراري سوف تتسبب في تنوع بيولوجي، وده يعني احنا عاوزين ندرس بقى. كنت حاسس بتكلم مع الدكتور عمرو رئيس علوم البحار مصر علوم البحار، هل هي ظاهره بتاعت سمك القرش ياكل هذه الانواع البشريه؟ هي قطعا مش ظاهره، ولكن قد يكون التغيرات المناخيه لها دور. لابد ان يكون هناك دراسه على البيئه البحريه صحيح. التي تحيط بالسمك القرش، لان اي كائن حي سواء كان كائن بحري كائن بري انسان حيوان نبات له بيئه خاصه به ينمو فيها ويتزاوج فيها ويعيش فيها. اذا اختلفت هذه البيئه المحيطه بهذا الكائن بيحصل له تفاعل، بيحصل له نمو، هيواجه الحياه ازاي؟ زي احنا لما بيجي يحصل تغير في المناخ ما بنحدش من المناخ، لا احنا بنتكيف مع المناخ صحيح. بنتكيف مع الوضع الجديد، ولذلك قد يكون هناك تاثير على التغيرات المناخيه على الكائن هذا الكائن سمك. بكل تاكيد يا دكتور يمكن التغيرات المناخيه دلوقتي تاثيراتها بقت واضحه على العالم كله واحنا بنعيشها في يومنا العادي. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور علي قطب استاذ المناخ وخبير الارصاد الجويه.